السلام عليكم غزالات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله اليوم فيديو جديد. شوفوا انا غير لحت عليا هذه وجيت نصور، حيتاش المود ديال الصهد البنات، الصهد 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 الله يرحمنا. المهم علينا ان شاء الله اليوم فيديو كما شفتوا في العنوان، غادي يكون واحد الفيديو اللي هو بداية تحضيرات للضيوف ديالي اللي غادي يجيوني، او للعائلة الطراجلي اللي غادي يجيو. غادي يجيو من يعني من برا مصر، عايشين برا، فغادي يجيو عندي هنايا، يعني غنزلو عندي هنا واحد الاسبوع على حسب. عاد باش بعد ذلك غادي ان شاء الله نسافرو كنا للصعيد. غادي نديكم معايا، الله ما نخليكم. وخاص الصعيد العافية، الصعيد بحالا ماشي في الامارات، بحال شي حاجة كتر من الامارات. هو المهم اش غنديرو، هادشي اللي كاين. غادي نبدا شويه ديال التحضيرات. ضروري حنا يعني معروفين المغاربه، ضروري ما نفرحوا ضيفنا نكرموه، خصوصا اللي كيكون واحد الضيف اللي هو ماشي مغربي، فضروري من يعني شويه نعطيوه من ثقافتنا. وبطبيعه الحال غادي نجهز اشياء اللي هي مصريه واشياء اللي هي مغربيه، اشياء اللي ما غاديش تخليني واقفه بزاف في المطبخ، خصوصا لانه غادي يكون يعني غتكون اخت راجلي هي وليداتها وراجلها وداكشي، فضروري يعني ما غادي تلبسي طويل، ما غادي ديري زيف نهار كله وداكشي. فلهذا البنات يعني غنحاول نقص عليا اشياء اللي غادا تنقص اللي تحط في الفريغو مثلا وداكشي. وطبيعه الحال هذا الفيديو يعني انا غادي نصور لكم هذا الفيديو هذا او اللي جايين، الفيديوهات اللي جايين، ماشي باش نقول لكم راه فلانه جايه ولا راه عائله راجلي جايين، ولا باش غادا يعني مجرد عنوان، لا، هذا بغيت نفيدكم به. لانه نتوما يا احيانا كيجيو عندكم الضيوف، كيجيو كيبغيو يبركو عندكم يعني اسبوع يومين ثلاث ايام، خصوصا في الصيف. فغادي نعطيكم بعض الحيل، بعض الاشياء اللي ممكن توجدوها، كيفاش شنو الاشياء اللي ممكن تبقى لكم هكذا في الفريغو، شنو الاشياء اللي ممكن تنقصوا. هادشي اللي كان يعني كنتمنى يفيدكم هذا الفيديو، وان شاء الله نبداو الفيديو على بركه الله، وان شاء الله الفيديوهات الجايه غيكون فيهم اشياء كثيره، ونقول لكم يلا فرجه ممتعه. المهم هنا البنات بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا جلجلان والنافع، المهم على حسب حسب الذوق ديالكم. انا درت تقريبا هنا واحد الملعقه هنا متوسطه ديال النافع اولا اليانسون، ودرت واحد الملعقه متوسطه ديال الزنجلان اولا السمسم. هنا عندي 3 معالق من جوز الهند او 3 معالق من الكوك، عندي الفانيليا، عندي بيكنج باودر الحجم ديالها 14 غرام، عندي كاس من السكر وكاس من الزيت، عندي 3 معالق من الماء زهر، كنشوف فيه ولا لونه احمر، 3 معالق من الماء زهر، وعندي 5 ديال البيضات، رشه ديال الملح، وطبيعه الحال عندي طحين على حسب الخليط. ما غاديش ياخذ منا يعني ما نضمنش غير من كيلو ديال الطحين، المهم غادي نشوفوا هو على حسب الطحين عند كل وحده، ما نقدرش نقول لكم شحال. ثاني حاجه بالنسبه لهذا الفقاس اقتصادي، ما فيش اللوز، اللوز غالي علينا. غادي نديروه بلا لوز، عندكم اللوز بغيتو ديروه ديروه، واخا ديروه غير شويه. الا كنتو غادي ديروا اللوز غادي ترقدوه في كاس ديال الماء وتخليوه، اولا ترقدوه في الماء زهر وتخليوه واحد شويه، تخليوه هكذايا واحد شويه، واحد ساعتين هكذا، باش يرطاب معكم مزيان، ملي تجيو تقطعوا الفقاس ديالكم ما يعني ما يتهرش. ما عندكمش غادي ديروا بحالي، تقدروا تزيدوا الزبيب، انا الزبيب ما بغيتش نديرو لانه شويه قاصح حتى السكر. المهم هادشي اللي غادي ندير، هذا اقتصادي وكيجي بنين البنات، والله العظيم كيجي غزال، حيتاش ماشي اللوز اللي كيحلي، هادشي اللي هاد المقادير اللي كتحليه، النافع، جلجلان، المزهر، الكوك، هادشي اللي كيحلي. المهم كما كنقول لكم دائما نمشيو على قدنا وعلى قد جيبنا. فنبداو على بركه الله، نوريكم الطريقه كيفاش، راه سهله كنشاركها شحال هذه، ولكن غنرجع نشاركها معاكم. فان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. كنحاول اني يعني ندير لكم شويه اللهجه باش خواتنا المصريين وخواتنا الثانيين حتى هما يفهموا شويه علينا. يلا المهم هنا البنات بالنسبه للطريقه، كنديروا البيض، كنديروا السكر، كنديروا الزيت، كندير البيض في الاول مع السكر باش هكا يذوب لي السكر شويه، بعد ذلك كنضيف الزيت، كنضيف المكونات ديال الكوك وديال اليانسون اولا النافع، وكنضيف السمسم اولا الزنجلان، مزيان هكا كنخلطهم. بعد ذلك كنضيف
3 معالق ديال الماء زهر، يعني المكونات كلها هكدا وربع ديالتها صافي. وبعد ذلك كنبدا كنضيف الطحين ديالي والبيكنج باودر، كنغربلهم مزيان بهذا الغربال باش يعطينا واحد يعني واحد النتيجه اللي هي مزيانه. بالنسبه للطحين على حسب كل وحده الطحين ديالها، لانه من طحين لطحين كيختلف، كاين طحين رخيص وكاين طحين الغالي، وكل طحين يعني ممكن انا كيلو يجمع ليا ممكن تي كيلو نص على حسب النوعيه ديال الطحين. يعني ملي تجيبي الطحين جيبي بالزايد باش ما يعني هكذا باش يلا يقدك صافي. هادشي اللي كاين، كنجمعوا العجين ديالنا مزيان. هنا ما نكذبش عليكم ما عرفتش شحال ديال الطحين قدني، ولكن كتبقاو تجمعوه حتى كيولي عندنا العجين، يعني ما كيلصقش وما يعني ما قاصحش وما رطبش، المهم غير تجمعوه هكذا حتى يولي بحال الشكل ديال عجينه ديال الصابلي. بعد ذلك كنجيبو كنقسموه، مثلا هنا نتوما الا درتو 5 البيضات كتقسموا الخليط على 5، درتو 4 البيضات كتقسموا الخليط على 4، درتو 3 كتقسموا الخليط ديالكم او العجين ديالكم على 3. انا هنا درت 5 البيضات ولكن هما كانوا صغيورين، فلهذا انا قسمتو على 4 ديال هكذا الحرابل. كنجيبو دوك الكويرات، كنديرهم كويرات وكنجيبو كنديرهم هكذا طولي على شكل حرابل او على شكل مستطيلات، كنحاولوا نقادوهم، يعني حاولوا ما امكن تقادوهم او ديروا لهم بحال تقطيعه كما انا قطعتهم، يعني ديروهم على شكل كره وبعد ذلك هكذا ديروا زائد تقسموهم على شكل زائد من الوسط باش يجيوكم قد قد، وحاولوا انكم تقادوهم من يعني من جنيبات تخليهم على شكل مربع هكذايا على قد ما امكن. المهم انا عندي بعض الخطرات ايديا كيحوالو كان يعني كنولي شي كبير وشي صغير، ولكن هاد المره قديتهم 100%. صافي هنا البنات، وكان ندخلهم الفرن كنخليهم هكذا حتى كيشدو مزيان في راسهم، ملي يشدو في راسهم يعني ما يتحمرش غير يشدو في راسهم، كنديرهم في الوسط ديال الفران وكندهن. كنجيب شي اصفر بيضه كندير على شويه ديال الكاوكاو. هنا المهم غتشوفوا البنات اني كثرت الكاوكاو، فبعد ذلك زدت عليها واحد صفر ديال البيضه ثانيه. ديروا شويه ديال الكاوكاو هكذا ولا ديروا شويه ديال النسكافي، كتعطينا اللون وكتخليها هكذا محمر. المهم هنا كندهنهم مزيان، يعني كندهن من الفوق بعد ما كما قلت لكم دخلتهم الفران، شدوا في راسهم شويه وقصاحوا شويه عاد باش كنخرجهم، كندهنهم باصفر بيضه شويه ديال الكاوكاو اولا شويه ديال النسكافي، وكنرجع كندخلهم الفرن كنشعل عليهم من الفوق فقط حتى كيتحمروا ليا. بالنسبه لاول مره شعلت عليهم شويه من تحت وبعد شويه من الفوق، تشدوا فراسهم شدوا فراسهم ما يتحمروش، خليكم حداهم البنات ضروري ما تغفلوش عليهم. الفقاس ما كيبغيش تغفلي عليه لانه بسرعه كيطيب سواء في هذه المرحله سواء في المرحله الثانيه. صافي كنبداو كنشرطوهم هكذا، كندير لهم واحد ديزاين هكذا باش يعطينا داك الشكل الزوين. بالنسبه لهذا الفقاس كنت شاركته معكم شحال هذه، ولكن فيديو ديال هذا الفقاس بعض البنات كيسولوني ما كيطلعش ليهم، فلهذا قلت نرجع نشاركوا معكم. المهم هنا البنات بعد ما خرجته من الفرن كما كتشوفوا راه طاب يعني صافي ودار، كنغطيه ببلاستيكه وكندير عليه واحد الزبيب كنخليه ثاني يوم حتى باش غادي نقطعوه ونكملو. المهم كنكملو الطريقه ديالو. هنايا كان عندي جبت الربيع بزاف وجبت الشبات جبت البقدونس، هادشي اللي يساعدك يعني ملي يكون عندك الضيوف، هادشي اللي كياخذ الوقت. قلت نشاركو معاكم باش ينفعكم، فانا هادشي كياخذ ديال الوقت، مثلا هو والثوم داكشي قررت اني نقيه ونقرضو ونديرو في المجمد باش غير نجي نطيب، يعني داكشي ساهل غير نحيد نهز من الكياس ولا من العلب ونطيب نيشان، ما نبقاش يعني هكذايا نضيع في الوقت، وانا نعطي الراحه لراسي ونعطي وقت لضيافي اللي جايين عندي، خصوصا الضياف اللي كانوا غيبركوا عندك واحد الاسبوع ولا 4 ايام ولا 5 ايام، يعني ماشي نهار ولا يومين زعما كاينه. فلهذا يعني هذه الفكره زوينه كنتمنى تعجبكم، وهذه هي اللي كنديرها دائما، يعني حتى لو ما عنديش ضياف كنجيب كميه كبيره وكنقطعها وكنديرها في المجمد. كاين بعض الناس كيبغيو داك الشيء فريش، ولكن بعض الاحيان يعني الظروف تتحكمنا، كتكوني موظفه كتكون عندك التربيه عندك الوليدات ما عندكش الوقت، فهاد الطريقه هذه جد سهله وغادي تهنيكم بطبيعة الحال، يعني منكم ضيعوا الوقت عندكم هاد بقدونس عندكم الثوم طماطيشة مثلا الصلصة ديالها ممكن تطحنوها ديروها تاهي في المجمد، الفلفل الألوان تقطعوه تاهو وديروه في المجمد،
يعني حاجات كثيره. بالنسبه للغديوة ديالي هنايا درت داكشي سريع، كان عندي القوانص والكبده ديال الدجاج. مهم جبدتها، بديت كنخوي الفريكو لاني غدا نحمرو، جبدتها والله حتى جات لذيذه يا البنات. درت عليها واحد المريقه ديال البطاطا والزيتون، جات بنينه ومعلكه. ما تقولوا لي لا لحم ولا ما لحمش، المهم هذه الاكله ديالي، هذه ديال اخر الشهر ديال كما كنقولوا ديال الزلط، اولا ديال يعني هكذا ملي كيكون ما كيكونش الوقت وكيكونوا عندك شي اشغال ديريها. فهذا هو الطواجين ديالي ديال الغدا، كنت نشاركوا معكم هكذا نعطيكم فكره يعني بالنسبه لاخر الشهر او المهم الوقت اللي ما تكونيش مساليه. هنايا الفقاس ديالي طبيعه الحال ثاني يوم كان صافي خليته، بديت كنقطع فيه كما كتشوفوا البنات، ما تهرست حتى وحده، ما تهرست اولا تفرتت، ما كاينش من غير دوك الريوسال الاخرانيين ديال الفقاس، كل شيء جا غزال البنات، وعرفتوا جا لذيذ لذيذ والله العظيم، بلا لوز جا لذيذ، يعني ماشي شي حاجه اللي ما تحسوش ان في شي حاجه ناقصه نهائيا. البنات بزاف جربوه ملي كنت نزلته شحال هذه تقريبا شي عام، فصدقوني غير جربوه، يعني راه دائما كنقول لكم البنات واخا تكون عندكم شي حاجه ناقصه ماشي ضروري يعني صافي ناقصه، راه ما غاديش نديروا هاد الحاجه، بالعكس نقدروا نعوضوها بحاجه اخرى ونقدروا نستغنيو عليها وما خسرين والو، جربوا يعني وشوفوا. فهاد الشيء اللي خرج ليا منه. المهم البنات هنا كما كتشوفوا، او صايبه هاد الفروش. المهم راكم حفظتوه سمحوا لي، وصافي قبيح قبيح هاد الفروش ما علينا. المهم البنات هنا درت هذاك الفول، هذا باش غادا ندير الطعاميه اولا الفلافل، وهنا درت الفول الاخر باش غادا ندير نمسو. كما كتعرفوا المصريين طبيعه الحال هذا هو فطورهم. كنت شاركت معكم قبل بشحال هذه من شي عام، وديما كنشارك معكم الطريقه ديال تدميس الفول، وشاركت معكم حتى الطريقه ديال الفلافل اولا الطعاميه. المهم انا غادا نصوبهم دابا، غادا نوريكم طريقه ديال هاد التدميس ديال الفول. بالنسبه للطريقه ديال الطعميه غادا نخليها لكم في التعليق، في اول تعليق فيها طريقه مشروحه ويعني طريقه ناجحه 100% بنات بزاف جربوها. بالنسبه للفول كتخليوه بطبيعه الحال واحد 24 ساعه يعني قبل بنهار كترقدوه، وحتى هذه كترقدوها، المهم علينا هذه غتشوفوها في الفيديو كترقدوا صافي. غنحتاجوا فيه شويه ديال الفول اللي هو تيكون بلا قشور، وكنحتاجوا فيه العدس هذا الاحمر، وكنحتاجوا فيه واحد الطماطمايه مقطعه غادي نجيبها لكم، وكنحتاجوا واحد الليمونه كنديروها فيه باش ما يكحلش لينا ملي كيكون كيطيب. المهم الطريقه نوريها لكم دابا. مهم بالناس كما قلت لكم غادي نطيبوا انا في كوكوت، هذا هي الطريقه ديالي معتمده يعني من سنين من نهار اللي جيت لمصر. غادي ندير معاهم واحد جوج حامضات هاكا غير غادي نحلهم. الحامض كما قلت لكم ما كيخليش الفول يكحل لينا صافي. غادي ندير مطيشه، تقدروا مطيشه ديروها ثانيه كبيره. غندير هاد الفول، دير شويه ديال الفول يعني شويه على حسب الكميه اللي عندكم. هنا انا دايره فول كثير. هاد الطريقه هذه البنات يعني سهله، تقدري تشريوه من برا، ولكن انا كنبغي ندير هاد الشيء نديرو في الدار. والزول جايين عندك الناس كما قلت لكم هما كيفطروا يعني فطورهم ديال المصريين كيكون الفول طعاميه. المهم داكشي المقالي بحال شكل الفطور ديال الاتراك غير الفطور ديالنا حنايا. فانا غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو الفيديوهات الجايه الاشياء اللي سهله، الاشياء اللي غادي نديروها في الفريزر اولا في الثلاجه اولا في المجمد، بحيث انه يكونوا عندكم الضيوف نهار اللي يكون عندكم الضيوف تعرفوا كيفاش تصرفوا، اولا نهار اللي غيكونوا جايين عندكم الضيوف باش يبركوا مثلا اسبوع اسبوعين تعرفوا كيفاش تصرفوا، خصوصا في هذا الصيف صعيبه البنات ما نكذبش عليكم على النار وضروري يعني ملي يكونوا الضيوف فيهم رجال راكم غادي خصوصا كنتم محجبات وداك الشيء غادي تلبسوا داك الشيء طويل وغادي ديروا حجاب ومع ديك الحراره ديال الصهد ما نقولش لكم. فهاد الشيء اللي كاين البنات دابا غادي ندير عليها الماء، الماء غادي يكون سخون ما ديروش الماء بارد. كما قلت لكم الماء غير عمرو 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 لانه هو كيبغى الماء بزاف، وطبيعه الحال كل مره يعني كتردي بالك معاه ماشي كنسيه. وفين ما كتلقاي نشف كتزيدي الماء، كتقلبي بعدا واش طاب ولا لا كتزيدي الماء. المهم هذا هنايا عندي تقريبا واحد جوج لتر ديال عندي جوج لتر ديال الماء اللي هو سخون، ودرت شويه ديال الملحه
صافي غادي نسد عليه غادي نخليه يطيب على راحته. هادشي اللي كاين البنات، هذه هي الطريقه ديالو. بالنسبه للمصريين هما اصلا كيدمسوا الفول بواحد الطريقه، اش غادي نقول لكم، واحد بحال البرمه هكذا، هي طويله كتكون برمه، ولكن برمه هكذا جايه بحال شكل ديال الطنجيه هكذايا، هذيك هي باش كيدمسوا الفول كيحطوه فوق البوطه كينقصوا عليه. وحتى الا لاحظتوا برا اولا في الافلام كيكونوا كيبيعوه برا بحال القله هكذايا، ولكن هي حديده كبيره. هذيك هي الطريقه ديالهم، وكل واحد الطريقه ديالو بطبيعه الحال. هذه مهم اسرع طريقه ممكن الواحد يديرها، فهي كتاخذ وقت ولكن سميتو، ولكن كطيب يعني ما تضيعش بزاف العافيه. صافي دابا غادي نسد عليه غادي نخليه حتى يطيب على راحته، وهادشي اللي كاين. وغادي ندوز بغيت نوريكم واحد المرطب غزاله البنات، رخيص وزوين ان شاء الله غادي يفيدكم. المهم البنات ها هو الغساله، عزيز عليا انا نحمر واحد شويه كيجي غزاله البنات، كيجي فن عرفتو، جا زوين والله العظيم البنات، لا غير جربوه راه بلا لوز بلا كاوكاو بلا ما عرفت شنو، كيجي لذيذ ما تشبعوش منو. غير داك اليانسون اولا داك النافع ما تسمحوا لي صداع، عرفتوا راه مخدمه الفول ومخدمه اللي هي واحد الكوكوت عاوتاني. المهم كما قلت لكم هذا هو الفقاس، كنتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم وصافي، وتعالوا ندوزو لشي لاخر. المهم البنات، البنات سمحوا لي الصداع بزاف. بغيت نقول لكم واحد القضيه، داك الفيديو ديال الفلافل اولا ديال الطعاميه شنو سميتو، كنت مخدم المهم كما قلت لكم البنات في الفيديو ديال الطعاميه، هذا فيه البصله الخضراء والبصله الخضاريه. مهم دابا هذا ماشي وقت البصله الخضاريه، الا بغيتو ديروا هاد الفلافل اولا الطعاميه غادي هنا انا درت الكرات، ماشي الكرات، المهم الناس يقولوا لي ميصر الكرات، هاد الصغيور هذا هاد الخضر هذا كما كتشوفوا، هاد الخضر هذا كنظن كيقولوا ليه الكرات، هذا شتي صغيور هذا تقدروا تستبدلوه بالبصله الخضراء الخضاريه، حيت دابا ماشي وقتها ما غاديش تلقاوها. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للشيء الاخر راه كله كيبقى هو الثومه البصله الحبه السوداء الزنجنان، كديروا الشامر وداكشي غادي تلقاوه في الفيديو ان شاء الله، جربوها واكيد غادي تردوا عليا الخبر. هنا البنات سولوني بزاف على الرز بالشعريه، هنايا الطريقه ديالو جد سهله، كنديروا الزيت في الطنجره كندير فيها شويه شعريه كنحاول اني نحمرها. المهم المصريين كيديروها بالسمنه، انا كنحاول اني نتجنب السمنه، ثم كتستعملوا السمنه ديروا السمنه ديروا فيها الشعريه كما قلت لكم، كنحاول اني نتجنب السمنه. كندير مثلا كنخليها حتى كتحمر كيولي لونها ذهبي. درت مثلا جوج كيسان من الرز، كندير جوج كؤوس من الماء، خصوصا الرز المصري يعني كل كاس الرز المصري كديري كاس ماء يكون مغلي، ما ديروش بارد يكون مغلي، غير على الرز البسمتي، الرز البسمتي مختلف. هنا كما شفتوا كنغسل الرز مزيان مره وجوج وثلاثه مزيان مزيان، وبعد ذلك كنضيفو على الشعريه بعد ما كتحمر، كندير عليها شويه الملحه شويه الفلفل الاسود، تقدروا ديروا عليها شويه ديال الهيل حتى هو كيجي زوين، وايضا تقدروا ديروا الماء المغلي اولا ديروا شوربه ديال الدجاج اولا الشوربه ديال اللحم كما كيديروا بعض المصريين. انا هنا كندير الماء المغلي من نهار اللي ما تكونش عندي الشوربه، كندير الماء المغلي اللي هو كل كاس رز مقابل ديالو كاس ماء مغلي. صافي كنحركوها هكذايا، ومن بعد ملي يعني كتطلع هذيك الغلوه كنجي كنقص البوطاغاز اولا البوطه، وكندير تحت منها هذيك الشياطه اولا هذيك اللي كنديروا تحت الطاجين، كنقصوا البوطه مزيان بحال كنطيبوا الطاجين يعني ديالنا المغربي، وكنديروا تحت منه هذيك سميتو كنخليوه يطيب على خاطر خاطرو. صافي راه غادي تشوفوا منين غادي يطيب غادي تلقاوه انشف. بلاتي عرفتي الله حليت عليه عافيه. المهم كما قلت لكم البنات ها هو طاب طاب وهرا حتى يعني احسن من هذيك الطريقه الثانيه، ملي كتشوفوا اش كتوركوا عليها هاي كت يعني كدير
انا اصلا ملي كنجي كنديرو يعني باي طريقه كنديرو بها كان ما كنخليش هكذا كنديرو بالفرشيطه باش كيجي يعني بحال الفول المدمس اللي كان نشريه ولا، لكن هذا بطبيعه الحال احسن. المهم كما قلت لكم البنات بغيت نشارك معكم الطرق اللي كندير فيها كندير بها الفول، لانه عنده طرق عده، كاين اللي بالطحينه، كاين اللي بالليمون ولا بالحامض والزيت، كاين اللي بالفلفله وبصله ومطيشه، كاين اللي بالباسترما، كاين اللي بالسجق او بالسوسيف، يعني انواع كثيره كثيره كثيره. المهم هذه هي الطريقه ديالو. انايا كنقسمو وكنديرو في اكياس، اكياس بحال هذه يعني اللي دايره فيها الخضيره، كنديرو بحال هذه ولكن كنخليه حتى كيبرد صافي، وكنحاول نسرحو. ملي غادي نصاوبو غادي نوريه لكم. وكنديرو في الفريزر كنطلعو يعني على وقت الفطور. المهم هنا بغيت نوريكم الرز. بالنسبه للرز بلاتي انا على بوطه ناري كي دايره. المهم قبلوا عليا هذا النهار، راه ماشي هذا النهار، قبلوا عليا الايام الجايه كلها، اقبلوا عليا الايام الجايه كلها. كما قلت لكم ها هو الرز، طاب شتي كيفاش كيولي، ها هو كيجينا حبه حبه يعني شتوه، نسيت نوريكم. ها هو ملي كديروا قد الماء قد سميتو كيجينا حبه حبه، راه باقي سخون مازال باقي يبرد وباقي تفك. راه واحد القضيه مثلا اللي نتوما كنتو كثرتوا فيه الماء، نقول لكم على واحد الحيله زوينه، الا كثرتوا فيه الماء صافي طفيو عليه ملي يطيب، طفيو عليه وخليه شويه عريان، فهمتوا؟ تخليه عريان كيشرب داك الماء يعني كيرجع كيولي حبه حبه. غير ما المهم غير نتوما يحاولوا يعني ما تكثروش الماء بطبيعه الحال، لانه راه كيتعجن وكيولي حالته. فها هو كما قلت لكم ها هو الروس ديالنا يعني ما معجن ما حتى شي حاجه وكيجي سوين. المهم هنا بالنسبه للفلافل اولا الطعميه صافي طحنات قادات، كنكورها هكذا. هذه اسهل طريقه ممكن تعملوها، خصوصا اللي جايين عندكم الضياف اولا مثلا كتفيقوا الصباح يعني كديروهم، ولا ما عندكمش الوقت ولا مشغولين، ولا نتوما من محبين الفلافل ويعني ما كتبغيوش داك اللي تبقى شاده لكم سميتو تسناو حتى تذوب، تكوروهم كتفرشوا بلاستيكه وكديروهم في هكذا كديروهم على شكل كور وتديرهم في المجمد حتى كيشدوا راسهم مزيان، تبعدوهم على بعضياتهم. ملي كيشدوا راسهم كيوليو بهذا الشكل، كديرهم في ميكا يعني ميكا كتجمعوا كل شيء اولا كتقسموهم، شو كيجيو كيجيو غزالين، كيوفروا لنا الوقت ويوفروا لنا يعني الجهد. وملي كتبغيو تقليوهم كتجبدوهم كتقليوهم نيشان في الزيت ان شاء الله. غنشارك معكم طريقه بالنسبه للفول، ها هو قسمته درته في اكياس حتى هو صافي، وكنديرهم في المجمد وهكذا كنرتاح مع راسي. المهم البنات رجعت لكم، بغيت نوريكم واحد الكريم اللي هو زوين. هذا الكريم ورخيص، ها هويا سميتو بانتينول، ما عرفتش مالو كيبان بالمقلوب بلاتي، سميتو بانتينول. المهم غدا نحاول نشوف لكم علاش كيبان بالمقلوب. هو هذا كيدير 16 جنيه، هذا زوين البنات ديال مرطب وملطف للجلد وكيزيد الحيويه ديال البشره. وبعض المصريات يعني في اليوتيوب حتى فيسبوك داكشي كيقولوا انه كيبيض. مهم كنت وريتكم شحال هذه واحد، ولكن كان غالي، هذا رخيص جدا هذا. وهذا كيديروه الناس بالنسبه اللي كيديروا الليزر او اللي كيديروا دوك الكريمات ديال التقشير كيديروه بعد منه، لانه مرطب زوين يعني وكيرطب خصوصا للبشره الجافه. المهم شوفوا الزيت انا كي دايره عقبلوا عليا اليوم. كما قلت لكم كيرطب البشره الجافه وغزال البنات، داير 16 جنيه يعني 16 جنيه شحال هي 8 دراهم مغربيه، ما عرفتش واش كاين في المغرب ولا لا، ولكن هذا راه زوين 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 والله الا بوغوس. شنو اخر عاوتاني يعني بغيت نوريكم اتاي، ديما كتسولوني عليه واخا وريته لكم. ها هو اتاي الشاي الاخضر مكتوب، ما عرفت علاش كتبه كتبان مقلوبه، المهم مكتوب الشاي الصين الاخضر. هاد اتاي 25، هذه هي الباكيه ديالو شفتوها بحال ديال المغرب بالضبط مربعه، داير 25 جنيه. هذا حاجه ثانيه، بغيتو هاد اتاي يجيكم غزال، يجيكم والله العظيم اللي كيجي احسن من ديال المغرب، بغيتو يجيكم زوين غادي ديرو غادي تشلوه جوج المرات، يعني كديرو مثلا بحال بجوج معالق صغار، انا كندير جوج معالق صغار وكنشلو اول مره كنرمي داكشي، الا كنشلو ثاني مره كنرميها صافي، وكندير النعناع والسكر وكندير داكشي. حاجه ثالثه كاين فليو هنا بالنسبه للبنات اللي في مصر، راه فليو موجود حاليا، هذا هو الفصل ديالو، بنفس الاسم نفس يعني نفس
نفس الريحه قويه، ريحته عرفتوا فنه. البنات مشيت انا غير السوق يعني، مشيت نتقداو داكشي، كان شي مريحه فليو، ريحه ديك التخليطه ديال النعناع، مي درت كنلقى فليو، فرحت ما تصوروش. راه كنت شاركتها معاكم داك النهار، المهم غير البنات اللي ما كانوا شافوا داك الفيديو. وكاين حتى داك العبدي، ديك التخليطه لقيتها العبدي، هما اصلا من هنا ما عارفينش، كنقول لها شنو هو هذاك، كتقول لي نعناع، قلت لها هذاك راه ماشي نعناع يعني، ولكن راه كاين، غادي تلقاو هادو في الاسواق الشعبيه او الاسواق اللي هما فيهم دوك الناس اللي كيجيو من القرى مثلا كيبيعوا. انا عندي هنا في هذا السوق ديال الخميس ديال الجمعه، ديال الاربعاء والجمعه فقط، وهادشي اللي كاين البنات. صافي هادشي اللي كاين، غير بغيت نوريكم هاد الكريم نفيدكم به. وهادشي اللي كاين في الفيديو، كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونكون فدتكم، نكون عطيتكم بعض الاسرار ولا بعض الاشياء اللي فادتكم. وخا طلع بلا مكياج بلا كحول، خلاتها واحد البنت قالت ليا شنو اللي كانت كحلي عويناتك، كتقول لها ما كحلي عويناتك وانت صفرا بحال ليمونه، واقيلا ما عجبك شي. وصافي هادشي اللي كان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم كما قلت لكم يكون عجبكم، وان شاء الله باقي مكملين في التحضيرات، واي حاجه درتها غدا نشاركها معكم. وما تنساوش تخلوا التعليق ديالكم، تخلوا اللايك ديالكم، وتدعموني وتشجعوني البنات، تحاولوا تبارطاجيو هكذا الفيديو هاد ديالي، تحاولوا يعني تشاركوها مع اصحابكم، مع العائله هكذا، باش يدخلوا ويشتركوا، وان شاء الله تعجبهم القناه، ان شاء الله نكبروا، لانه يعني القناه هكذا ماشي كتنزل شويه، فماشي مشكل، ان شاء الله تكبر، وان شاء الله يعني تزيد القدام. ونقول لكم مع السلامه، ونشوفكم ان شاء الله.